صباح النور، صباح الحب، وشاكم الحبوبات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم عندي، مرحبا بالخريف والوان الخريف. حنشارككم اليوم تحضير طاولة بالوان الخريف بزاف بزاف مليحة عجبتني. حبيت نشارككم غير تحضير طاولة اليوم في فيديو صغير، والباقية راح نشوفوه في الفيديو القادم ان شاء الله بالوصفات وش حطيت كامل. هنا حبيت نشارككم هذا البوكي لو سونتر دو تابل، كنت شريته يعني وخدمته وحدي. شريت هذو لي اكسسوار اكل من اكسيون، ولو بلاتو هذاك بلاتو اون بوا ثاني من عند اكسيون وخدمته انا، يعني من عندي فيديو بالتفصيل كيفاش خدمته كامل. ودرت هكذا شريت هذاك لو سونتر دو تابل، وشريت لو شومان تابل هذاك اللي حطيته في النص في لا كولور هذه الوان خريفيه، وحطيت هك الاوراق هكا اللي في هكا فوق لو شومان تابل، جات بزاف بزاف مليحه. وهنا واش حطيت لافيسيل، حطيت كلش في الدوري وفي لا كولور هذه شويه كلير، جات بزاف بزاف مليحه الطابله. قلت نشارككم، ما حبيتش نحطها في فيديو مع الوصفات وكل، ديكم فيديو طويل بزاف، حبيت نشارككم هكا فيديو خفيف تهزوا منه افكار. هذو لي روند سيرفييت جبتهم البنات من الجزائر هذه الخطره، بزاف عجبوني، كود كور عجبوني بزاف بزاف. وكي تحطوهم فوق لا تاب سي سوبر كلاس، يعني تزيدوا لكم واحد لو شارم في لا تاب بزاف بزاف مليح. لي سيرفييت كنت شريتهم ميزون دي موند، تلقاهم عندهم، شيتهم هذو عندهم بزاف يعني، بصح الكاليتي تاعهم مليحه ثاني بزاف بزاف. تغسلوهم يقعدوا هما يعني، تشريهم شويه غاليين بصح مليح. هذو لي زاسيات دوغي اللي كنت حطيتهم في النص، شريتهم من عند ماغازان حل جديد في ليون، كيفاش يسموه، ام بي بازار شبونس، بعد نحط لكم الاسم تاعو من تحت. المهم هذو هما واش حطيت اليوم، والوصفات راح نشارككم في فيديو ان شاء الله غدوه. حبيتكم تشوفوا هذو الالوان الخريفيه وطاولتي تاع الخريف، ديكور خريفي، جات بسم الله ما شاء الله، جات تهبل تهبل تفتح النفس، عجبتني انا وحبيت نشارككم الفكره وتشوفوا وتديو افكار. هذو الشموع اكل من عند اكسيون، تلقاو فيها هذا وقتهم يعني تاع الخريف، يجيبوا لا ديكوراسيون تاع الخريف، وهذو الالوان بزاف بزاف ملاح. هذو لي زاسيات قلت لكم شيتهم من الماغازان في ليون. تقولكم البنات الماغازان هو بيست برايس ماشي ام بي بازار، هما في زوج يبيعوا لا فيسيل ويبيعوا يعني بزاف حوايج ملاح، بصح وين شيت لي زاسيات بيست برايس. قلت لكم لي كوفير وهذوك كل ما فرشيطات ومغارف وماس وكامل هذو كل شيتهم من الجزائر هذه الخطره، جبتهم معايا بزاف لاكاليتي تاعهم مليحه وعجبوني خير من اللي هنا كنت شريتهم هنا من قبل من اكسيون، صح لاكاليتي ما عجبتنيش. هذو خير، هذو كي تغسلوهم ما يتبدلش اللون تاعهم، يبقاو هما هكا. حبوباتي حبيت نفيدكم ونشارك معكم هذه لاتاب، جات بزاف مليحه، جات بسم الله ما شاء الله، الالوان خريفيه، جو بزاف بزاف مليح. الوصفات راح يكونوا في الفيديو اللي جاي من ورا هذا ان شاء الله. نقول لكم تهلاو في رواحكم وبسلام عليكم.